السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ضمن التحضيرات ديال عيد الاضحى المبارك. غادي ان شاء الله ننظفوا المنزل ديالنا تقريبا بالكامل بواحد الطريقه اللي هي بسيطه وسهله بدون مجهود، يعني ما غاديش ندير واحد المجهود. وايضا غادي نشارك معكم التنظيف ديال هاد النافذه ديال الالومنيوم والزجاج ديالها، الطريقه باش كنلمعها وهذيك السكه وبزاف ديال الاشياء غادي نشاركهم معكم. ايضا نضفو هذا الدروج، داك الفاينس ديال الدروج. والاخت اللي سولتني على المجمد اللي بغات تاخذ مجمد، حتى هي غادي نجاوبها في هذا الفيديو. هذا السيده اللي يعني كتبت لي بغات مجمد، غادي نشارك معكم المجمد ديالي وممكن تاخذوا منه الحجم الصغير لان هذا حجم كبير بزاف. فهاد الاشياء كلها غادي تكون معنا في هذا الفيديو هذا، ما عليكم الا تبقوا معايا حتى الاخير، فرجه ممتعه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، غادي نبداو بالنافذه ديال الالومنيوم. بالنسبه للاخوات اللي ما كيحيدوش هاد الدفات هادو، حتى انا عندي هادو كبار بزاف ويعني كنفضل ما نحيدهمش وكنضفهم بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ اول حاجه الاسبيراتور ديالي وغادي يعني نحيد هذيك الغبره اللي كتكون في السكه، ضروري هكا نحيدوها بالاسبيراتور. اولا في فيديوهات قادمه غادي نشارك معكم طرق اخرى. الحقيقه هاد الاله هذه اولا هاد المكنسه الكهربائيه كتجبد بواحد الطريقه، يعني الطريقه اللي قويه بزاف، قويه صراحه من بين الاشياء اللي جربتها وعجبتني. مازال غادي نستعملها معكم في تنظيف ديال الصالون، نضيف معكم في فيديو اخر الصالون بلا ما تجمعوه، يعني في بلاصتو غادي تنظفوه. صافي غادي نجمع هذيك الغبره كلها في بهاد الاسبيراتور وغادي نشارك معكم الطريقه باش غادي نضف الزجاج وحتى الكادر ديالو ديال الالومنيوم، يعني كله غادي نضفوه بنفس الطريقه. غادي ناخذ واحد البانيو، هذا هو المنتوج اخواتي رخيص كيدير، وقيله ما بقيتش عاقله لان كيكون اختلاف في الاثمنه، ما عرفتش واش 20 درهم ولا 15 درهم، ولكن راه حجم اللي هو كبير وفعلا كيرجع لكم المنزل ديالكم كيشعل. اخوات اللي كاين ابي سي، هو الاسم ديالو ابي سي، غادي نحط لكم الصوره ديالو شي بلاصه هنا باش الاخوات اللي بغاو يقلبوا عليه. عصرت هذيك المساحه اللي عندي من السنه الماضيه، هذه زوينه كتمسح الدجاج بواحد الطريقه اللي هي رائعه. غادي ندوز ديك البونجا، هو راه ما كيرغوش هذا البرودوي، هذا ما كيديرش الرغوه وايضا ما فيهش ريحه اللي هي خايبه. الاخوات اللي كيتحسسوا من الروائح ديال هذا لي برودوي ديال التنظيف، راه ما فيهش ريحه اللي هي مجهده نهائيا، ماشي بحال دوك الشكل الاخرين. صافي دوزت الزجاج، ها انتم شوفوا راه كتكون ضبابه ملي كدوزوا ولكن الرغوه ما كايناش. ايضا هذا الكادر كله ديال السرجم ديال الالومنيوم، وممكن اي حاجه عندكم فيها الالومنيوم والزجاج كديروها بنفس الطريقه. هنا قلبتها وكنجرب هذيك الكراته ديالها اولا هذيك اللي دار في هذيك الجلده كحله بحال السياقه، وصافي كيتولي فيه واحد اللمعه. الى يعني ما عندكمش هذه الجلده هذه راه كتمسحوا بواحد الثوب كيولي السرجم جديد. بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش يطلقوا الماء على يعني على الناس السفلي، هذه الطريقه راه سهله بلا ما ترشوا السرجم. وايضا حتى السيراميك خصوصا حتى ديال المطبخ اللي فيه الدهون ولا داك الحيط اللي كيكون ورا البوطه، واخا يكون مصبوغ ديروا ليه هذه الطريقه هذه، وحكوا بشي بونجا اللي هي خفيفه ولا هذه المساحه هذه، اكيد كتحصلوا على واحد المعه بحال هذه. بالنسبه للحيط راه رشيت عليه واحد الغرف ديال الماء شللته، هو ما بقيتش كنمسح بحال السرجم. والتياق ديال الارضيه حتى هو كنستعمل ليه نفس البرودوي. بالنسبه لهاد القرعه راه كندير غير شويه، واخا تشوفوا هكاك في التصوير راه يعني غير شويه غير كيتحلى، هو ملي كتلوحوه في الارض وصافي كندوزو الشطابه ونسيقو بالماء عادي كيعطينا اللمعه اللي هي زوينه، كينظف الفاينس بواحد الطريقه كيف ما شفتوها نتوما. الفاينس ديالي راه اللون ديالو ابيض كيولي بحال الرخام كيشعل. صافي سالينا هنا، غادي ندوز معكم يعني الباقي غادي نضفو به الدروج، نضف به ايضا المطبخ كله غادي نضفو به، فابقوا معايا في هذا الفيديو هذا ما تسرعوش لانه مهم بزاف. ايضا الرخام يعني رطب على الرخام ما تخافوش عليه، هذا يعني من البرودويات اللي كنقول لكم واخا ديروه للرخام بهذه الطريقه هذه، لان دازت عندنا واحد العجاج اللي هي يعني واحد العجاجه كبيره. وشوفوا الغبره هذه راه الكوزينه ديال الفوق، بعض المرات كيكون الباب هكا محلول على الباسيو كتدخل الغبره في غالب الاحيان. وايضا هذا الحوض ديال الاينوكس حتى هو كيرجعوا كيلمع. بالنسبه لهذا الكوزينه كان فيه واحد الفلتر ديال الماء، ولكن دابا الصيف حيدتو غادي نرجعو للاسفل لان الكوزينه ديال التحت هي فاش يعني كنشقاها وكندير فيها يعني هي فاش خدامه فيها الثلاجه فيها كلشي. غادي نرد لها داك الفلتر، السبب علاش كنحيدو من التحت لان كنت شاركته معكم وزوين بزاف بالنسبه للاخوات اللي
كانوا كيسولوني وبغاو بحالو، راه غادي نحط لكم المعلومات في صندوق الوصف. علاش حيدتو اخواتي في الكوزينه لتحت؟ لانه كيكاليني في ملي كنغسل مثلا بحال ديك البرمه ديال الطعام، ولا كتكون شويه شويه داك الفلتر كيكالي بحال كيجرو بيني هابط. حاليا غادي نديرو عاوتاني هنا، ومن بعد ان شاء الله راه جوج اللي عندي، واحد دايره في واحد المكان اخر في واحد الروبيني، وهذا ما نقدروش نستغناو عليهم لانهم كيصفيو الماء بواحد الطريقه اللي هي يعني ممتازه. الماء المفلتر باين، والطعم هانتوما جربتو معكم تقريبا شي 8 شهور هادي اللي جربت معكم الفلتر بحال هذا، وها هو عاوتاني دابا كنلصقو في هنايا في هاد الكوزينه هادي. فعلا ما نقدرش كنستغنى عليه، عندي جوج كيف ما شفتو كيصفي الماء بواحد الطريقه اللي هي زوينه وباين في المذاق ديالو، كيبان بانه مصفي. وحتى الثمن ديالو راه ما غاليش، كيدير 249 درهم، هذا هو الثمن ديالو، والتوصيل دائما كيكون بالمجان. غتلقاو المعلومات عليه في صندوق الوصف. بالنسبه بزاف الاخوات كانوا كيسولوني عليه، فاليوم جبتو الفرصه هكا باش نعاود نسقو في هذه الكوزينه هذه وشاركت معكم المعلومات عليه. قبل ما غادي نسيقو الدروج، غادي نجاوب واحد الاخت سولتني على المجمد ديالي، قالت لي بغات تشريه بهذه المناسبه ديال عيد الاضحى. هذا ديالي اختي راه هانتي لا مارك فيتكو، ولكن راه زوين وعندي ا بلس. المهم ا بلس ماشي هي اللي اقتصاديه 100%، كاينه عاوتاني ا دو بلس وكاينه ا 3 بلس، ولكن المهم ما تشريوش قل من هذا مثلا ا ولا بي وانتم هابطين. وهذا اللي عجبني فيه كيولي السيستم ديالو ثلاجه، ملي ما بغيوهش يكون فريغو كندورو هنا، كندير واحد الدرهم في هذه البلاصه هذه وكنجروها هي دي في بلاصتها هي في هذه الكتبه هذه، الجهه اليمنيه فيها كيولي فريجيدير. وايضا دوك البطونات وحده كتبقى خدامه وحده كتكون مجهده، ولكن الحجم ديال هذا راه 400 واخا دايرين هنا 395 لتر، ولكن في الكتاب وفي الحجم ديالو 400 فيه 400 لتر، كبير بزاف بالنسبه للسيدات هكا. انا كنت كنخدم الحلوه داكشي باش درتو حجم كبير، فيه متر ونص هكا في العرض ديالو، والعلو ديالو 90 سنتيم، وجاي هكا الفوق يعني العرض ديالو جاي عندنا ب 60 سنتيم. هادو هما المعلومات حول الفريغو اختي وفيتكو. المهم انا هاد الماركه اللي جربت راه صدق زوين، ما كيديرش الثلج بزاف، هو من النوع اللي كيدير الثلج ولكن ما كيديروش بزاف. واحد البلاصه ايضا فيه ما كتجمدش، كتعطينا بحال مثلا دوك الاشياء اللي كنبغيوها تبقى لينا معلكه، كان واحد البليصه خاصه ما فيه جوج شبكات. هذا هما المعلومات الاخت اللي سولتني بزاف على المجمد. ونفس البرودوي عاوتاني نرجعوا للتنظيف، نفس البرودوي كديروه للدروج كما كان ديال الرخام ديال لاموزيك ديال اي نوع ديال الدروج عندكم. انا عندي هنا ديال سيراميك عادي، وحتى هذا الكونتر مارش كيعطيه واحد اللمعه ملي كتجيو طالعين هكا من الجهه المعاكسه وتكونوا منظفينه بهذا البرودوي، راه كيولي كيلمع. نظفنا الدار كلها بهذا المنتج هذا اللي هو راه ما غاليش بزاف كما قلت لكم، ما بقيتش عاقله لان كنجيبهم مع السلعه هكا غالب الاحيان، يمكن 20 درهم اولا 15 درهم. الكوزينه ديالي من بعد ما كملتها ومسحت البوطه بهذا البرودوي هذا، الدار كلها الحمد لله ولات نقيه من بعد واحد العجاجه اللي كانت كبيره ودازت عندنا بهذا البرودوي هذا. فيديوهات قادمه غادي نشارك مع الاخوات اللي بغاو الحلوه، باش اللي مهتم غادي نشارك معكم الحلوات اللي غادي نوجد للعيد. وصلنا